الشرح ديالي غادي نطرق معك لستة المحاور. المحور الأول تعريف شركة الوانكوين، المحور الثاني مؤسس شركة الوانكوين، المحور الثالث شنو هو البيتكوين، المحور الرابع كيفية الانضمام للشركة، المحور الخامس خطة الأرباح، المحور السادس طرق سحب الأرباح. بالنسبة لتعريف الشركة، فالانطلاقة الوانكوين كانت في البداية ديال 2015 عندها مقرات في أوروبا وآسيا وبالضبط في هونغ كونغ وبلغاريا، منضم لها أكثر من 1,800,000 شخص، كتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين شركات التسويق عبر العلاقات اللي عندها أسرع نمو. في 2015 حققت أرباح كتجاوز مليار دولار. الشركة مختصة في العملة الرقمية الوانكوين اللي كتحتل المرتبة الثانية من بعد البيتكوين. النشاط الأساسي ديال الشركة هو بيع وتوزيع منتجات تعليمية بالإضافة لإنتاج عملة الوانكوين. مؤسسة الشركة هي الدكتور روجا إغناتوفا. باش تعرف شكون هي نخليك مع هذا الفيديو. المؤسسة دكتورة روجا إغناتوفا، المولودة في بلغاريا والناشئة في ألمانيا، لديها خلفية متينة في الشؤون المالية. لقد أنهت كل من درجة الماجستير في الاقتصاد والدكتوراه في القانون معا في كونستانس وإكسفورد في 4 سنوات فقط. على الرغم من سنها الصغير، هي تعمل مسبقا كأصغر شريك مشارك في ماكنزي، وفي ماكنزي عملت لصالح سبير بانك، أليانس، ريفايسن ويوني كريدت ومؤسسات مالية أخرى. وقامت أيضا بالعمل على مشاريع مع البنك الألماني في فرانكفورت لإنشاء العمليات المصرفية الاستثمارية الروسية، وكانت المدير التنفيذي والمدير المالي لواحدة من أكبر صناديق إدارة الأصول، حيث أدارت 250 مليون يورو في الأصول حالما أصبحت العملة المشفرة نجاحا عالميا. رأت الدكتورة روجا إمكانية تحسين التكنولوجيا الجديدة، وهكذا أصبحت خبيرة في العصر المالي الجديد، العملة المشفرة. وهذا قادها إلى العمل كاستشارية لعدة شركات عملة مشفرة. ومنذ ذلك الوقت قامت بكتابة كتب عن العملة المشفرة التي تمت ترجمتها إلى عدة لغات. في عام 2012 فازت بلقب سيدة الأعمال في بلغاريا، وفي 2014 فازت باللقب مجددا لابتكارها الوان كوين، وبخلفية قوية ودافع متسارع لتحسين التحديات الأمنية القائمة للعملة المشفرة. دكتور روخا قامت بصقل التقنية إلى حد أبعد، وطورت نظام جديد من شأنه القضاء على خطر السرقة، فإن خلق عملة قابلة التتبع أثبت أنها خطوة جيدة، وتم الترحيب بها والنظر إليها كفرصة عظيمة في الدول حول العالم. باش تفهم الوان كوين خاصك تفهم البيتكوين اللي كيتعتبر أول عملة رقمية ظهرت في العالم، وكان الظهور ديالها في 2009. هي عملة كتستخدم فقط على الانترنت ومن دون تدخل الحكومات أو الأبناك المركزية. البيتكوين كتمكنك باش تشري بزاف ديال الحوايج، وممكن أيضا تبيعها مقابل العملات الأخرى. المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو. الجرافيك كيبين مراحل تطور قيمة البيتكوين اللي كانت في الأول 0.10 دولار، وصل في 2013 ل 1200 دولار.
الناس اللي استثمروا في هذه العمله في البدايه ديالها ولاو اغنياء، بحال المثال ديال هذا الطالب النرويجي اللي استثمر 18 اورو وربع سنين من بعد لقى القيمه ديال الاستثمار ديالو وصل 615,000 اورو. غتلقى مقال كيهضر على هذا الطالب في ديسكريبسيون تحت الفيديو. الوان كوين بحالو بحال البيتكوين مع بعض الفوارق. الوان كوين كيعتمد معادلات رياضيه متقدمه وامنه. هاد المعادلات غتمكن من انتاج 2.1 مليار وان كوين، في حين ان البيتكوين غيوصل فقط ل 21 مليون عمله. القيمه ديال الوان كوين واصل حاليا 5.64 اورو، يعني مازال منخفض ومتاح لاي واحد باش يستثمر فيه، الشيء اللي ماشي متاح بالنسبه للبيتكوين حيت القيمه ديالو وصلت 380 اورو. القيمه ديال الوان كوين ما معرضاش للتضخم او الانهيار حيت العدد ديال الوان كوين محدود. الشركة كتستعمل نظام الكايغريكسي بمعنى نو يور كاستمر باش تكون المعاملات ديالها واضحة وقانونية، عكس البيتكوين اللي كيتستعمل في جميع الأغراض حتى الغير قانونية. الشركة أيضا كتعتمد بروتوكول SSL لضمان حماية التعاملات مع الأعضاء والبيانات ديالهم. طريقة الانضمام للشركة سهل. في الأول كتسجل بالمجان بالباقة ديال الروكي اللي كتخول لك دخول المكتب الافتراضي ديالك، ومن بعد كتقوم بتفعيل الحساب بشراء العضويه ب 30 اورو بالاضافه لثمن الباقه. الشركه عندها 7 ديال الباقات كتختار اللي كتناسب. كاينه باقه ستارتر ب 110 اورو كتحصل من خلالها على حق الاستفاده من المستوى الاول في النظام التعليمي ديال وان اكاديمي. الوان اكاديمي هي الهيئه اللي مسؤوله على النظام التعليمي ديال الاعضاء، وكل مستوى فيه برنامج تعليمي كاينين فيه دي فيديو ودي اي بوك. باش كتكمل شي مستوى كدوز ان تيست وكتاخد ان سيرتيفيكا فيرتوال. دونك قلنا كاينه باقه ستارتر اللي القيمه ديالها 110 اورو كتمكنك من الاستفاده من المستوى الاول ديال وان اكاديمي زائد 110 دي في اللي هما لي بيزنس فوليوم نقدروا نسميوهم نقط. كتحصل كذلك على 1000 توكنز. لي توكنز هما عمله رمزيه كتحولها من بعد لعمله وان كوين. بالنسبه لوان كارد اللي هي البطاقه الالكترونيه فما كاينش في هذا الباك. الباك الثاني هو التريدر، القيمة ديالو 550 اورو. كيمكنك من الاستفادة من جوج ديال المستويات في الوان اكاديمي، في 550 دي في، 5000 توكنز وبطاقة الوان كارد. الباك الثالث هو البرو تريدر، القيمة ديالو 1100 اورو. كيمكنك من الاستفادة من 3 ديال المستويات في الوان اكاديمي، في 1100 دي في، 10000 توكنز وبطاقة الوان كارد. الباك الرابع هو اكزيكيوتيف تريدر، القيمة ديالو 3300 اورو. يمكنك من الاستفادة من 4 ديال المستويات في الوان اكاديمي، هي 3300 بي في، 30000 توكنز وبطاقة الوان كارد. الباك الخامس هو التايكون تريدر، القيمة ديالو 5500 اورو. يمكنك من الاستفادة من 5 ديال المستويات في الوان اكاديمي، هي 5500 بي في، 60000 توكنز بالاضافة لبطاقة الوان كارد. الباك السادس البريميوم تريدر، القيمة ديالو 13750 اورو. يمكنك من الاستفادة من 6 ديال المستويات في الوان اكاديمي، في 13750 بي في، 150000 توكنز وبطاقة الوان كارد. الباك السادس انفينيتي تريدر، القيمة ديالو 27500 اورو. يمكنك من الاستفادة من 6 ديال المستويات في الوان اكاديمي، في 27500 بي في، 300000 توكنز بالاضافة لبطاقة الوان كارد. بالنسبه لخطه الارباح، فالشركه كتمكن الاعضاء ديالها من الربح عن طريق الاستثمار في وحده من الباقات اللي ذكرنا، بالاضافه للارباح عن طريق التسويق عبر العلاقات. غادي نبين لك في الاول طريقه الربح عن طريق الاستثمار. الا اخترتي باك ستارتر، فالقيمه ديال الاستثمار ديالك غيكون 140 اورو. غتحصل على 1000 توكنز، الحق في السبليت مره واحده. السبليت هو المضاعفه ديال التوكنز اللي كيولي المجموع ديالهم 2000 توكنز. من بعد كتحولهم لديوان كوين وكتحصل على 35 وان كوين. مجموع الارباح هي 197 اورو. الربح الصافي هو 57 اورو، ونسبه الارباح 140%. الى اخترتي باك تريدر، القيمه ديال الاستثمار ديالك غيكون ب 580 اورو. عدد لي توكنز 5000، سبليت مره واحده. مجموع التوكنز 10000. عدد الوان كوين 175. الأرباح 987 أورو. الربح الصافي 407 أورو، ونسبة الأرباح 170%. إلى اخترتي باك برو تريدر، القيمة ديال الاستثمار ديالك غتكون ب 1130 أورو. عدد لي توكنز 10000، سبليت مرة واحدة. مجموع التوكنز 20000.
عدد الوان كوين 350، الأرباح 1974 أورو، الربح الصافي 844 أورو، ونسبة الأرباح 174%. إلا اخترتي باك إكزيكوتيف تريدر، فالقيمة ديال الاستثمار ديالك غيكون 3330 أورو، عدد التوكنز 30,000، سبليت مرة واحدة، مجموع التوكنز 60,000، عدد الوان كوين 1052، الأرباح 5933 أورو، الربح الصافي 2603 أورو، نسبة الأرباح 178%. إلا اخترتي باك تيكون تريدر، فالقيمة ديال الاستثمار ديالك غتكون 5530 أورو، عدد التوكنز 60,000، سبليت غيكون عندك جوج المرات، مجموع التوكنز 240,000، عدد الوان كوين 4210، الأرباح 23744 أورو، الربح الصافي 18124 أورو، ونسبة الأرباح 429%. هاد الدراسة درت على أساس القيمة الحالية ديال الوان كوين اللي هي 5.64 أورو، واللي القيمة ديالها غادي كتطلع. فتصور معايا الأرباح اللي غادي تحصل عليها إلا ولات القيمة ديال الوان كوين 10، 50 أو 100 أورو. دابا غادي نبين لك طرق الربح عن طريق التسويق عبر العلاقات، اللي هي العمولة المباشرة، عمولة التوازن، ربح الأجيال، ومكافأة الانطلاقة. بالنسبة للعمولة المباشرة، ففي كل مرة كينضم شخص مباشر ليك، يعني انت اللي دخلتيه وكيختار واحدة من الباقات، فانت كتحصل على 10% من ثمن الباقة كعمولة مباشرة. الى اختار باك ستارتر 110 اورو، انت كتحصل على 11 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك تريدر 550 اورو، انت كتحصل على 55 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك برو تريدر ب 1100 اورو، انت كتحصل على 110 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك اكزيكوتيف تريدر 3300 اورو، انت كتحصل على 330 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك تيكون تريدر ب 5500 اورو، انت كتحصل على 550 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك بريميوم تريدر 13750 اورو، انت كتحصل على 1375 اورو كعمولة مباشرة. الى اختار باك انفينيتي تريدر 27500 اورو، انت كتحصل على 2750 اورو كعمولة مباشرة. بالنسبة لعمولة التوازن، الشركة عندها سيستم بينار، بمعنى فيه جوج ديال الجوي، كاينة جهة اليمين وجهة اليسار، انت كتحصل على 10% من مجموع النقاط على حساب الجهة اللي ضعيفة في الفريق ديالك. في هذا المثال عندك 5500 بي في على اليمين و 11000 بي في على اليسار، اذا الجهة الضعيفة هي جهة اليمين، كتاخذ 5500 كتضربها في 10% كتعطيك عمولة ديال 550 اورو. دابا غنشوفوا الطريقة الثالثة للربح اللي هي ربح الأجيال، اللي الأرباح فيه كتختلف على حساب الباقة اللي غادي تاخذ، وكيبدا من 10% حتى 25%. شنو هما الأجيال؟ بالنسبة للجيل الأول فهما المباشرين ديالك، يعني الناس اللي دخلتي، والجيل الثاني هما المباشرين ديال الجيل الأول، والجيل الثالث هما المباشرين ديال الجيل الثاني، والجيل الرابع هما المباشرين ديال الجيل الثالث. بالنسبة لباقة ستارتر ما كتستفدش من ربح الأجيال. بالنسبة لباقة التريدر فكتحصل على 10% من مجموع أرباح الجيل الأول فقط. بالنسبة لباقة البرو تريدر كتحصل على 10% من مجموع أرباح الجيل الأول، 10% من مجموع أرباح الجيل الثاني. بالنسبة لباقة الإكزيكوتيف تريدر فكتحصل على 10% من مجموع أرباح الجيل الأول، 10% من مجموع أرباح الجيل الثاني، و 20% من مجموع أرباح الجيل الثالث. بالنسبة للتايكون تريدر فكتحصل على 10% من مجموع أرباح الجيل الأول، 10% من مجموع أرباح الجيل الثاني، 20% من مجموع أرباح الجيل الثالث، و 25% من مجموع أرباح الجيل الرابع. مكافأة الانطلاقة هي مكافأة بنسبة 10% من إجمالي نقط المباشرين لك، دارتها الشركة لتحفيز الأعضاء، بشرط أن مجموع عدد نقط الناس اللي دخلتي يكون 5500 بي في في الشهر الأول اللي دخلتي فيه. بالنسبة لطرق سحب الأرباح، فالشركة عندها جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى استخدام بطاقة السحب الإلكتروني الوان كارد. الطريقة الثانية هي أنك تدير تحويل الحساب البنكي.